بالقراءة والتحليل. أرحب بضيفي من القاهرة محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تحية لك أستاذ محمد. يعني في ضوء كل هذه التفاعلات الحاصلة سواء على مستوى الأرض عسكريا أو على مستوى التفاعلات السياسية، يبدو أن القاهرة رغم كل هذه الظروف مصممة على المضي قدما في هذه الوساطة. ما المتغير الذي يمكن برأيك أن يحدث خلال هذه المفاوضات في ضوء كل هذه التطورات ويحدث هذا الاختراق المطلوب بالوصول إلى الهدنة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة أنه إذا عدنا بالزمن قليلا سوف نجد أننا منذ السابع من أكتوبر أو منذ الهدنة الأولى في نوفمبر وحتى اليوم شهدنا العديد من المباحثات والمفاوضات التي أقدم عليها العديد من الأطراف الفاعلة في المشهد الفلسطيني أو في هذا الملف. لكن أعتقد أن يعني هذه المباحثات الجارية حاليا بمشاركة ومسؤولية رئيسية من الدولة المصرية بتتمتع بخصوصية عن أي مباحثات شهدتها الفترات السابقة. اختلاف هذه المباحثات بيرتبط بمجموعة من المتغيرات والاعتبارات، أولها نجاح المفاوض المصري في الأيام والأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص في حلحلة العديد من الملفات التي كانت عالقة أو الخلافية بين الطرفين. أيضا تقديم الدولة المصرية، أعتقد أن الدولة المصرية كانت الطرف الوحيد الذي قدم رؤية شاملة على مراحل متعددة لإنهاء الحرب الجارية أو حتى للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب. خصوصية هذه المباحثات الجارية أيضا بترتبط باعتبارات أخرى، منها ما هو إسرائيلي ومنها ما هو فلسطيني. على المستوى الإسرائيلي يوجد ضغوط كبيرة جدا على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إنجاز هذه الصفقة في ضوء بعض الاعتبارات الرئيسية، وفي القلب منها الضغوط والاحتجاجات المتكررة من قبل ذوي وأسر المحتجزين الإسرائيليين، جنبا إلى جنب مع الاتهامات بالفشل في تحقيق أي أهداف عسكرية لهذه العملية المستمرة. هذا بالإضافة إلى تحول إسرائيل مع الوقت إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي، جنبا إلى جنب مع الأزمات الاقتصادية المتنامية والمتراكمة التي تشهدها إسرائيل على وقع هذه الحرب. بالإضافة لهذه المتغيرات يوجد متغيرات أخرى مهمة، كان أبرزها إعلان حركة حماس أول أمس عن الموافقة على الرؤية والورقة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار، وهذا تغير وموقف مهم. طيب أستاذ محمد، يعني هذا التغير فعلا كان واضحا وفارقا بجهد مصري واضح، لماذا لم يتلقف نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية هذه الموافقة؟ بمعنى أنه كثير من المحللين يقولون أنه بموافقة حماس على هذا التصور الأخير أصبحت الكرة في ملعب نتنياهو شخصيا والحكومة حكومة الحرب الإسرائيلية. لماذا لم تنتهز إسرائيل يعني هذه الموافقة؟ ما برأيك الدافع وراء الاستمرار أن تقول إسرائيل أنه حتى موافقة حماس لا يلبي رغبات إسرائيل؟ العديد من الدوافع الحقيقة يمكن في ضوءها فهم هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت. أولا يجب تشريح بنية صنع القرار في إسرائيل حاليا، بمعنى أننا لا نتحدث حاليا عن دائرة صنع قرار واحدة في إسرائيل بيدها اتخاذ القرار، وإنما نتحدث عن ما يشبه جماعات الضغط المتعارضة داخل مكونات صنع القرار الإسرائيلية. يوجد اتجاه تقوده بعض الاتجاهات المعارضة، سواء المشاركة في الائتلاف الحاكم
أو خارج الائتلاف الحاكم على غرار يائير لابيد تدعم بشكل نسبي إنجاز وقف إطلاق النار أو على أقل تقدير الهدنة الإنسانية على أمل الإفراج عن المحتجزين. يوجد اتجاه آخر يعبر عنه الائتلاف الحاكم بشكل رئيسي وبمكوناته المختلفة وعلى رأسه بنيامين نتنياهو، يدعم استمرار هذه الحرب لأسباب وحسابات خاصة به. لكن أعتقد أن الرد الإسرائيلي على موافقة حركة حماس على الورقة المصرية والمقترح المصري الخاص بوقف إطلاق النار يمكن فهمه في ضوء بعض الأسباب الأخرى، وعلى رأسها تحليل العملية العسكرية نفسها التي تنفذ في منطقة رفح أو في بعض المناطق في رفح. بمعنى إيه أستاذ محمد يعني تحليل العملية العسكرية؟ بمعنى أن العملية العسكرية نفسها حاليا ليست عملية عسكرية شاملة تجاه مدينة رفح، تشمل كل مدينة رفح أو تدخل إلى عمق مدينة رفح، وإنما سنجد أن هذه العملية تركز على ما يعرف بنمط العمليات أو الأهداف النوعية. وهنا يوجد وقفة مهمة، بمعنى أن إسرائيل تسعى إلى الاستمرار في تجبيد حركة حماس مجموعة من الخسائر اعتمادا على هذه العمليات العسكرية. تسعى إسرائيل من خلال سعيها لسيطرة أو سيطرتها على معبر رفح من الناحية الفلسطينية إلى التأكيد على دلالة رمزية مفادها إنهاء حكم حركة حماس داخل قطاع غزة. تسعى إسرائيل إلى أيضا إلى بعض الحسابات الخاصة بالرؤية الإسرائيلية المتعلقة باليوم التالي، بمعنى أن الوجود العسكري الإسرائيلي حاليا في قطاع غزة، يوجد قوات إسرائيلية في أقصى جنوب القطاع ناحية رفح، يوجد قوات في الوسط من خلال معبر نتساريم، يوجد قوات أيضا في الشمال ناحية الغلاف أو الموازي لمستوطنات غلاف قطاع غزة. والرؤية الإسرائيلية المتابع لدوائر صنع القرار الإسرائيلية منذ بداية الحرب سوف يجد أن هناك رؤية إسرائيلية أو هدف إسرائيلي يتمثل في تثبيت الوجود العسكري بشكل أو بآخر داخل قطاع غزة أو على أقل تقدير خلق واقع جديد. لكن أعتقد أن الهدف الأهم من هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي حدث هو توظيف هذا التصعيد في إطار مباحثات وقف إطلاق النار الجارية، بمعنى صحيح. أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز موقفها التفاوضي عبر الضغط بهذا التصعيد العسكري. ومن هنا زي ما حضرتك أشرت وتابعنا كلنا اليوم، يمكن فهم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سواء نتنياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والتي أشارت بشكل واضح إلى ضرورة تعديل الورقة المقترحة الخاصة بوقف إطلاق النار، وهذا يعكس الهدف الأهم بالنسبة لإسرائيل حاليا، وهو أن يكون هناك صفقة مرضية بالنسبة لإسرائيل وتحقق نسبة كبيرة من أهدافها مع توظيف هذا الضغط العسكري في إطار هذه التحركات. نعم. طيب، هو حضرتك يعني فعلا أشرت إلى أكثر من نقطة مهمة في ما تستهدفه إسرائيل، لعل يعني الخلاصة ما قلته في آخر كلماتك، فكرة تحسين الشروط والوصول إلى صيغة مرضية. ما هي الصيغة المرضية التي تسعى أو تبحث عنها إسرائيل أستاذ محمد؟ الصيغة المرضية بالنسبة لإسرائيل يمكن فهمها من خلال عدد من المؤشرات، من خلال التحركات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، من خلال الأطروحات التي طرحتها سواء دوائر صنع القرار الإسرائيلية المباشرة أو بعض الصحف ومراكز الفكر المحسوبة على بعض دوائر صنع القرار في الداخل الإسرائيلي، وهي ترتكز على مجموعة من الأهداف. أولا القضاء على وجود حركة حماس على الأقل على المستوى الحكومي والرسمي، بمعنى خلق واقع جديد داخل قطاع غزة. ومن هنا يمكن فهم ترويج بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لليوم لسردية إدارة المعبر من الناحية الفلسطينية من قبل بعض الشركات الأمنية الخاصة. هذا جزء من بالونات الاختبار التي تحاول إسرائيل طرحها بهدف تغيير الواقع الأمني والسياسي والإنساني داخل قطاع غزة.
أيضا إسرائيل تسعى إلى تقليل التكلفة التي ستدفعها في مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. أيضا إسرائيل تريد استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على أكبر قدر ممكن من أولا قواعد وقيادات الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، وكذا البنية التحتية لهذه الفصائل داخل قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع السعي لتحقيق بعض الرؤى الإسرائيلية الخاصة باليوم التالي والتي أشرنا إليها في سؤال حضرتك السابق. وبالتالي فأعتقد أن هذه جملة الأهداف والمكاسب، ولكن أعتقد أن العنصر الأهم هنا هو أن إسرائيل تسعى إلى إنجاز صفقة تضمن هذه المصالح، ومن جانب آخر تقلل التكلفة التي ستدفعها تل أبيب في إطار تحقيق وقف إطلاق النار. نعم أستاذ محمد، لعلك تابعت ما صرح به مصدر رفيع المستوى للقيادة الإخبارية في إضوء أو بإشارة إلى مسألة أن الأطراف ستجتمع اليوم لبحث العودة إلى مسار التفاوضي، لكن المصدر أيضا قال أنه تم إبلاغ إسرائيل، وهنا يعني مربط الفرس في سؤالي، أنه هناك خطورة لمسألة التصعيد، أن مصر أيضا قال المصدر جاهزة لكل السيناريوهات. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذه الرسائل المتضمنة في هذه التصريحات كباحث ترصد المشهد الآن مع هذا التطور؟ الحقيقة هذه التصريحات التي نقلتها القاهرة الإخبارية كانت مهمة على أكثر من مستوى، مهمة بسبب السياق التصعيدي الحالي، مهمة بسبب المباحثات المستمرة التي تحتضنها الدولة المصرية، مهمة في إطار استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة ووقف المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم، مهمة أيضا على مستوى التأكيد على الثوابت المصرية تجاه التعامل مع التصعيد الراهن. الدولة المصرية لديها مجموعة من الثوابت في إطار التعامل مع هذا التصعيد، سواء ما يتعلق برفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، سواء كانت هذه المخططات تحت لواء التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، أو تحت إطار ما يعرف بسيناريوهات اليوم التالي المطروحة من قبل بعض الدوائر الإسرائيلية والغربية. الدولة المصرية لديها ثابت مهم يتمثل في الحفاظ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني مع ضمان مقتضيات الأمن القومي المصري وسيادة واستقلال الدولة وعدم المس بأراضيها. أيضا يوجد ثوابت مصرية أكدت عليها الدولة المصرية مرارا منذ اليوم الأول للحرب وحتى اليوم، وهو ضرورة تجنب تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، لأن الفرضية الأهم التي أثبتتها هذه الحرب هو أن نقطة الانطلاق لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تبدأ من قطاع غزة عبر وقف شامل لإطلاق النار ومعالجة هذه الأزمة من جذورها، عبر البدء في مسار جاد لإقامة السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبالتالي أعتقد أن أهمية هذه التصريحات اليوم جاءت للتأكيد أيضا على أن مصر سوف تحافظ على وساطتها التي تحافظ من جانب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى محددات أمنها القومي، بعيدا عن محاولة الاستفزاز التي تمارس من قبل بعض الأطراف لإشغال الدولة المصرية عن القيام بهذا الدور.